والناحيه الثانيه جينا هنا عملنا ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اتفضل يا فندم. فاكرين الوقت اللي قلنا عليه هنطلع قبل الفاصل نظبط حاجتنا؟ بص المنظر الروائح بقى والملامح يعني مش محتاجه نتكلم عنها، سيبها خالص على الهادي تكمل تسويتها. طيب ايه بقى حكايه الجمبري والكابوريا اللي ممكن نحشيهم؟ هو الجمبري ده غريب شويه بالنسبه لي، ما اعرفش هو لونه عامل كده، بس يعني ايه غالبا يعني ماشي هيمشي حاله، انا بشتغل باي حاجه. حبه جمبري حبه كابوريا، يلا بينا نشوف خلطتهم عامله ازاي. الخلطه هي اهم من الحكايه الصراحه، يعني اي كان قدامي ما يشغلنيش، المهم نعمل الخلطه اللي تاكلنا او تخلي الحاجه طعمها كويس، وهو ده غالبا الحكايه مش نوع السمك او نوع الجمبري. انا غالبا الجمبري ده غريب بس مش فاهم كده ماشي. طيب ايه بقى الخلطه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، لازم اسكت. بصلايه، ليمون، حتتين جنزبيل، قرن فلفل، راس توم، ممكن نزود بصلايه كمان لو حبينا، ليمون تاني براحتنا حسب اللي موجود عندنا. حلو الكلام، كلام جميل. ونجيب عليهم ايه بقى؟ معلقه ملح، تاتش شطه، حبه حبه هان، سنه جوزة الطيب صغننه قوي، بص قد ايه يا استاذ، حاجه كده صغيره بس تدي تست كويس. وكمان ممكن ندي حبه بهار مشكل وزي الفل قوي. نجيب لهم ايه بقى؟ حبه ليمون عشان يضربوا كويس كده، مش محتاج خل عشان ما يهريش الامور لان الجمبري ضعيف جدا. بسم الله. اسف على الازعاج. شايفين الملامح عامله ازاي؟ حلو، بس انا ناقص حاجه او جت على بالي حاجه مش ناقصه الصراحه. شايف دي بتاعت السمك المشوي، فاكرها يا استاذ؟ لو خدنا منها دي هتقولي لا؟ والله ولا هتتكلم معايا، بالعكس هتعلى وهتعلى وهتبقى قمر. يلا هنجيب عندنا بولة فاضية ونطلع فيها الخليط الحلو ده ونلمعه بحبة زيت. طب ليه ما حطيتش زيت معاهم في التتبيلة يا شيف؟ أقول لك لما بحط الزيت في التتبيلة وبتضرب في الخلاط بيربط، فمش صح. فأنا هحط في الأواخر حبة زيت الزيتون بتوعي على الهادي كده ونقعمين في اللطافة يدوا مارينيت كويس. وأجي كده هروح أعمل إيه؟ جايب عندي الجمبري وأروح أعمل كده مثلا، أدي الخلطة حشيتها مش بكمية كبيرة عشان ما تحرقش مني على الشواية. خدت بالك يا فندم؟ أهو تاني كده، يعني لسه هستغل التتبيله كمان، يعني هاخد بس اول شنطه على الشوايه وبعد كده هنشوف هنعمل ايه. طب وليه ما جبتوش جمبري من بتاعنا؟ هو ده مش وحش، انا بس مستغربه شويه، ليه مش جبتوا جمبري بتاعنا؟ ما لقيتوش؟ مش ما فيش حد بي. انا فاهم بس ماشي. ادي الكابوريا كده نحشيها برضو ونمسح على الوش عشان نسيبها تتشوي، وكده كده هاخد منها صدمه مش هكمل تسويه كتير على الشوايه عشان ما تحرقش مني ولا هي ولا تتبيله. كابوريا يعني تمام لحد كده زي الفل. التتبيله دي هنشغلها حالا مع حضراتكم. يلا بالمره ماشي. هاخد كده بسم الله الرحمن الرحيم على ظهر الكابوريا واعمل كده مش على الوش، يعني مش مكان الحشو. ريحه التتبيله احلى من السمك بصراحه، واحلى من الجمبري والكابوريا. عفوا. يلا سيبها شويه، هرجع تاني بالمره للجمبري كابوريا عشان ما ننساش. بص الالوان عايزه بس ياخد لون. طيب خلاص كده
الموضوع خلص. يا شيف لسه شويه خمسه، اقول لك لا. خد مني بقى كمان اللي جاي، نلم حاجتنا، سنه زيت بسيطه، ونحضر الطاجن ونقفل وندخل الفرن. طيب طاجن ولا صينيه؟ صينيه ولا طاجن؟ لا طاجن، طاجن شيك كمان. ناخد الطاجن الحلو ده ونعمل ايه بقى؟ شوف اللي جاي، خدت بالك من دي؟ واحدة كمان دي بتعمل الحركات دي يا شيف، والله ولا حاجة، أنا عايزها بس إيه تبقى كده، خدت بالك؟ اللي هو بس إيه تمشي معايا في قلب الطاجن زي كأنها مهروسة كده، بس أدهن بيها الطاجن، ممكن أشيلها في الآخر. أه بص الزبدة عاملة إزاي؟ تفرق كتير، وسيبها يا سيدي ما شيلهاش. اهو تمام، هنجيب عندنا التتبيله الحلوه اللي اشتغلنا بيها في النص كده. شايف الخلطه عامله ازاي؟ على الزبده، وفي كمان حبه هنا كمان ما نلمهمش، حرام خساره. واجي اخد الطاجن الحلو ده واروح عامل ايه بقى؟ جايب الجمبري وراسس عفوا ريحه البهار عاليه طبعا، كده كده كده، عفوا طبعا بهارات على الشوايه في قلق، لازم الم الدنيا، لم الشوايه يعني حالا. شفت الطاجن عامل ازاي؟ ما فيهوش اي حاجه صعبه خالص، ما فيهوش اي تفاصيل خالص صعبه، واحد يخش يعملها هو ده المطلوب حالا. جاي لك لحظه واحده، اهلا وسهلا بيك، تحت امرك عمر، انا جيت اهو تاني. طيب خلاص حطينا الطاجن في الفرن مع الزبده مع الخلطه، يعيشوا حياتهم ربع ساعه ونطلع ان شاء الله هنشوف الحكايه. بس ده زي ما احنا متعودين ونفتكر مع حضراتكم، لما بنيجي نعمل اي حاجه على الشوايه بنعمل ايه؟ بناخد اللون صح؟ تمام. طيب وبعد اللون بنعمل ايه؟ المفروض ان احنا، حاضر ده الجرس بيرن عشان اول قلبه لايه؟ للسمك اللي احنا قلناه من خمس دقايق. بكمر ده او بقفله عشان خاطر اولا يستوي براحته وما يغمقش، انا عايز اللون ده زي الفل او كده. اه هعمل كده كده واروح واخد بعضي ورايح على الفرن. بسم الله الرحمن الرحيم. وممكن ننزل الشبكه عشان ناخد غلوه اولى للصوص في الارضيه او نرفعها، وكمان شويه ممكن نبقى نرفع الطاجن كده، عشان بس عاوز اول غلوتين حلوين من ارضيه الفرن وسخونيته، وكان نرفعه عادي على الشبك خلصان، ومش محتاج مننا اي شيء غير بس يعني حضراتكم تشوفوا الحكايه. اتفضل يا فندم، شوف المنظر عامل ازاي، كل حاجه باينه. التسويه بص اهم شيء في اي جمبريه كده، بص الورقه شوف. ومع اني هقول لكم الصراحه المفروض اسكت والله، بس انا غالبا بقى لي فتره كده مش بسكتش، ما كانش عاجبني الجمبري او ملامحه، مش يعني انا عايز البلد الصغير بتاعنا الوسط، ما عنديش مشكله، بس تمام لو وقع في ايديا هعرف العب معاه كل الالعاب واتعامل معاه، هو سويسي وجاي كمان من المركب. بص منظر الجمبريه، ليه بقول الجملتين دول؟ عشان تسويه الجمبري هي اهم من الجمبري، حتى لو وحش او حلو او حجمه ايا كان، المهم القشره تتعمل كده تلاقيها ورق، بص عامله ازاي؟ ما تبقاش لازقه. طب ايه اللي هيفرق يا شيف؟ الاوفر كوك او التسويه الزياده في الجمبري بيليف، بيبقى عامل زي كاوتش، مبقاش في اي فايده ولا في اي طعم، تطلع بيه على طول